مهمة الخلايا الجذعية هو التجديد. نعم. احنا عشنا 200 سنة الأخيرة في الطبابة نشتغل على أساس ردود الفعل. واحد عنده وجع رأس ياخذ حباتين ندور له علاج، لقينا انه العشبة مال شجرة الصفصاف اللي هي الأسبرين تساعده وضيعنا وجع الرأس مالته. هذه كلها كانت ردود فعل لما يحدث للإنسان. بينما العلاج التجديدي خلق الخلايا من أول وجديد. فمن عندك مفصل تلفان على مدى أعطيك أسبرين ولا أعطيك مهدئات للوجع، مو مسكن، هو من أحطها خلال فترة من الزمن تبدي تنتج الخلايا دي. تقوم شلون البنة يرص طابوق، زين دكتور خلايا جذعية ترص خلايا. قلت راح أخلي، هي تحتاج جلسة واحدة ولا جلسات الموضوع ولا كيف؟ هذا الواقع أنه يتعالج، لكن كل لشم على القم نكرة. يعني كل مرض إلى جلساته وإلى متابعته أشياء كلش مهم، وعلى أساس المتابعة وعلى أساس الريسبونس اللي رد فعل الجسم البني آدم ذاك زين ممكن يصير جلسة يوم ثلاثة. نعم دكتور، نسبة عشر جلسات. دكتور نسبة نجاح العلاج بالخلايا الجذعية إيش قد تتوقعوها أنتم بشكل عام كأشخاص تعملون بهذا الموضوع؟ إيش قد نسبة نجاحها مقارنة مع العلاج بالكيماوي؟ إيش قد بالكيماوي؟ ماكو وجهة نظر، يعني ماكو تقارب وجهة نظر. الكيمياوي ما يعني دواء قاتل لكل الخلايا، من ضمنها خلايا سرطانية موجودة. نعم. بينما الخلايا الجذعية خلايا تجديدية، ماكو اختلاف يعني تقارب بيناتهم. وتدي النسبة أجين، إذا أكو فد شغلة صغيرة هالقدها أقدر أمتش نسبة 80-85-90% تنجح، لكن إذا فد إذا الشق كبير والرقعة صغيرة شوي. صحيح. يعني تهافتكم على الأرقام إيش قد النسبة غيروها الله يخليكم، لأنه مو واقعي. إحنا شو يا بني آدم، لو عندي ماكينة وبدل البراغي معناتها أعطيك نسبة 100%. دكتور أنا حتى الناس تعرف إيش قد ممكن إنه هذا الموضوع صعبة. هو صعبة. ينجح كثير من الأمراض. أقدر أعطيك رينج، أقدر أقول بين 30-80%. صحيح. بذاك المرض بالذات، بذاك الإنسان بالذات. نعم. إذن هي تختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى. من شخص نعم. إلى آخر. هذا اللي أردت. دكتور كامل، أنت ذكرت يمكن توصل الجلسات إلى 10. نعم. توصل الجلس يعني يأخذ الزرع عدد الجلسات الجرعة توصل إلى 10 احتمال في بعض الحالات ككمية يعني. ابتليت قلت لا أنا قاعد أتكلم عن ممكن تكون هواية، فبالتالي أكو سؤال إجبالي. إحنا نعرف إنه يصير أكو مثلاً للحفاظ على الخلايا الجذعية، هل التجميد يحافظ عليها؟ التجميد. إيه تجميد. أحسنتي. ولا همينا هذا الموضوع، هذا المكان مو مناسب. مولاتي أكو ما يسمى ببنوق التجميد. وهي عالمية ومنتشرة وموجودة. هذه تحافظ على الخلايا الجذعية اللي ما أخذتها أنت. نعم. أنت بدرجة 190 تحت الصفر. يستعملون شيء اسمه ليكويد نيتروجين، نيتروجين السائل. هذا درجة حرارته جو درجة حرارته 190 تحت الصفر. فهذا يحافظ لك على الخلايا اللي أنت ما أخذتها 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، يبقى تبقى مثل ما هي. شو وقت ما تريدين ثورت يعني تموعيها قاطر لا تشتغلين بها. حلو.